تعبين كنتوا بس زي ما أمر الباشا، وانتوا بقى وزعوها بطريقتكم الحصص زي العدد. كلام زين يا معلم نوح. لا ولسه يا معلم هلله، كلام الزين صح جاي قريب، وقريب قوي كمان. عايز تقول ايه يا براء؟ الباشا قرا الفتحة على افندينا. الواجب ده بقى بعد اذن الرجاله يلزمني. ده طار وبايت من سنين. الف من له طار عند افندينا يا براء. عشان كده انا جمعتكم النهارده. خميس ما هواش روح هنسلمها للي خلقها واستبينا. عايز تقول ايه يعني؟ عايز اقول اللي خميس وراء اهلي وعزوه ورجاله ياما، ابشير البلد من شرقها لغربها ومن فوقها لتحتها. عشان كده دمه لازم يتفرق بين الكل، وما نغرس فطار ياخد واحد كل يوم مننا. كفايه قوي اللي راح يا رجاله، احنا مش هنعيده تاني. نقرا الفاتحه. آمين. انت مش هتحرمي ابدا، مستغنيه عن عمرك. اسكتي لحسن حد يسمعنا، ان شاء الله كلهم يسمعونا. ارحمينا بقى كفايه اللي احنا عملناه. اتفقت مع الواد رزق خلعنا من هنا. رزق ايه بس وزفت ايه؟ ما الظابط قال انه هيلحقنا. ظابط ايه يا خايبه؟ احنا طول ما احنا مرزوعين هنا محدش يعرف يوصل لنا. الظابط ده لازم نروح له لحد عنده عشان يعرف ينقذنا. طول ما احنا هنا محدش يعرف يوصل لنا. بطلي كوبنا بقى. لا يا ستي ولا انا مش مستغنيه عن امي. خليكي انتي براحه. امشي امشي. على فين يا مرات ابني؟ ها؟ جاك هوا. مبروك على النقاب يا اختي. طب مش كنت قلت لي ده انا حتى جوزك وافرح لك؟ نقاب ايه؟ زي الرسم يا بنت. هو قبل الخميس. خميس؟ خميس اللي ليكي طار عنده. خميس اللي انت عرفانه بيه من يومها. انت بتقول ايه يا براء؟ فاكرانا يا بنت نايمين على ودانا؟ لا، ده احنا نلفك على اصبعنا ونرميك لكلاب السكك لحمة. انا اللي يمس شعره مني هوديه في 60 داهية. اوعوا تفتكروني لقمة سهلة تاكلوها وتحلوا في الاخر ترموها. لا، ده انا لحمي مر قوي، يقف في الحل وما يطلعش الا بالسر الالهي. لحمك مر وماله وضع المرة دي خانت العهد واللي يخون يستاهل يا بنت. لا مش كده وبس يا حاج، دي خانت جوزها، خانت راجلها، وراحت رمت شرفه تحت رجلنا يا فندينا. اخرس خالص، انا اشرف من عشرة زيك. انت لسه ليك عين يا بنت. اللي خلاشوا ماتوا صحيح يا حاج. ليه؟ بتلوموني على ايه؟ بتعلقولي المشانق؟ علقوها لروحكوا الاول. انا ما عملتش حاجه اكتر من اللي انتوا عملتوها قبل كده. ما خططتش عتمه افندينا الا لما انت خدت كفن ابنك ورحت رميته تحت رجليه بامر الباشا. وانت يا راجلي يلي مالكش غير في الجعجعه والصوت العالي، يلي اترميت تحت رجلينا البنت الرقاصه اللي سلمت لك تسليم اهالي، بتلوموني على ايه؟ ها؟ بتلوموني ان انا راح اخد حق جوزي؟ بتلوموني على ايه يا معلمين؟
ولما انت يا بنت حطيت ايدك في يد خميس هتاخدي حقك ازاي؟ هاخد حقي منك انت. اخرس يا بنت الكلب. اه يا وصله. الجريمه تمت في منزل المتهم، وطبقا للساده في تقرير المعمل الجنائي بعد المعاينه اتضح ان في عده طلقات وجهت للمتهمه موكلتي سابقه على الطلقه التي اودت بحياه المجني عليه، كما ان السلاح المستخدم والمثبت في محضر الضبط بيد موكلتي اتضح ان عليه بصمات اخرى اثبت الطبيب الشرعي انها للمجني عليه. يعني الحكايه كلها دفاعا عن النفس. سيد الرئيس، الساده المستشارين الاجلاء، السيد الزميل ابدى دفاعه عن المتهمه، ولكنه نسي ان المتهمه اعترفت في تحقيقات النيابه ان المجني عليه كان معتاد زيارتها في اوقات مختلفه، وذلك لكونه مدير الملهى التي تعمل به المتهمه. سيد الرئيس، سياده القاضي، اذا نظرنا الى ملابسات القضيه بل اذا دققنا النظر فيها سنجد إن الجريمة معكوسة. الوضع كله معكوس. القتيل مش ضحية. ولولا إن روحه صعدت إلى بارئها لكان مكانه الطبيعي وراء هذا القفص، ولوجب إعدامه بدل المرة ألف هو وأمثاله. وأمثال المرضى كتير. في زمان جملة بتقول كل ما تتزنق اقلع. فعلا مع الوقت مبقاش نتكسف من حاجة ولا من حد، بقى الواحد فينا كل ما يتزنق يقلع. يتزنق في فلوس في مصلحة، يتزنق في نفوذ في سلطة في كرسي، يقلع يقلع هدومه يقلع ضميره يقلع حتى دينه، مبقاش يفرق معاه ساعتها انه بقى مرض، لانه فاكر انه هيتدارب الحاجه اللي قال عشانها كل حاجه، مع اننا تقريبا بقينا كلنا مرض. واذا ما كناش كشرفاء، اذا ما كانش شرفاء اللي لسه شرفاء لسه بني ادمين هيوقفوا قصاد الناس التانيه دي ويضربوا على ايديهم بايد من حديد ويدافعوا عن نفسهم قدامهم، يدافعوا عن ادميتهم عن عقولهم عن انسانيتهم؟ اذا ده ما حصلش المجتمع كله هيضيع. ساعتها هيبقى المجتمع كله عايش جوه كباريه كبير. لذا التمس من عداله المحكمه تغيير الوصف والضبط المقدم من النيابة من قتل مع سبق الإصرار إلى قتل عن طريق الخطأ دفاعاً عن النفس. معالي المستشار، جاء بأقوال الشهود وثبت أن المتهمة كانت تقوم بتهديد المجني عليه أمامهم جميعاً ولا أكثر من مرة. حصل يا رمانة ولا ما حصلش؟ رد يا رمانة. سيادة القاضي، أنا بعترض على هذا الاتهام الموجه من النيابة. اعتراضك مرفوض يا أستاذ. اتفضل. أنت يا رمانة، أنت هديت المجني عليه ولا لا؟ حصل يا باشا. الحكم بعد المداولة. رفعت الجلسة. ليه يا رمان؟ ليه؟ بتنتهي من مين؟ بنتهي من الشر اللي بقى معشش فينا يا خميس. أنا جيت لك كتير عشان أشوفك. وأنا خلاص ما بقتش عايزة أشوفك. يا ابن رمانة
تخافش يا خميس، مفيش حد غيري وغيرك يعرف انه ابنك. انا عايز كل الناس تعرف. احنا ما نستاهلوش. انا مستنيه. مستنيه ليه يا خميس؟ عشان تغرسه واستجوى مزاج الخير بتاعك؟ انا مش عايز غيره والدنيا. شايل اخر نفس فيه، هيزيح من على صدري بلاوي كتير عملتها. خليني امسح بيه ذنوبي واشطف روحي جواه. لا يا خميس، مش هتشوف. مش هشوف قد ايه ده ابن رمانة. اثبت الندب وبحارب عشان اخده بالعافيه. يا رمانة اخده بالعافيه. محكمه اقعد يا فندم. اقعد يا استاذ. بعد المداوله والاطلاع على الاوراق ومواد الاتهام وسماع المرافعه، حكمت المحكمه حضوريا على المتهمه رمانة السيد علي بالسجن المشدد 15 سنه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. هاخده بالدراع يا رمانة. ما نستاهلوش. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا بالعدل علشان الزبون يرجع تاني. حكيم في مهنتنا دي لازم الواحد يبقى أمين. خد بالك وركز معايا وتبقى إيدك ميزان. شايف؟ وريني كده. جدع جدع يا خميس. عايز العيال يقولوا عليك ابو دمعه، اقف عدل كده واصلف طولك وامسح دموعك دي. انت راجل ابن راجل، ولما حد يضربك بسكينه اضربه بالسلاح. فاهم؟ يلا. مش
شغلتنا دي يا خميس السلاح لازم أن يبقى حتة منك لازق لزقة الجلد على العظم، وطول ما هو في يدك الناس هتعمل لك ألف حساب. عشان كده لازم تعرف كل مسمار فيه وتعرف كيف تضرب بيه، ودلوقتي معلمك كيف تنشن وتضرب. ايه ها هسه كيف؟ ايوه زين، عينك هني وهني وعلى الشخص اللي هتضربه. جاهز؟ اضرب يا خميس. يا كل ده ذنب مين فينا ده يا أمه؟ ذنبك ولا ذنب أبويا ولا ذنب خالي ولا ذنب أنا؟ هو أنا غرست في دنيتكم بكيفي ولا غصب عني؟ ولو كان في اللي هو الغصب عني أكيد بعد كده باب كيفي، يعني ملطوط ملطوط، كلنا ترمينا في صفيحة واحدة، ما عادش فارق بقى مين ظالم مين مظلوم. فاكرين روحنا ياما هنا وياما هناك، واحنا في الأصل أضعف من ورقة بفرة وأقل من نفس سيجارة. حب الدخان معبئين الدنيا كده، وتيجي هشة ايد وتمحينا. النبي كان نفسي أبخرك قبل ما تنزل، صدق اللي قال القلب غالب. قلبي مش مطمن المشوار ده شوق. بالعكس، ده المشوار ده بالذات لازم يكون قلبك مطمن. هو أنت مش ضميرك كان ناقح عليك عشان متخاصم مع أفندينا؟ أديك رايح تقابله وتاخده في حضنك وتصلح اللي انكسر. تصلح اللي انكسر؟ خليتك على بعضينا يا شوق. انا حطيت ايدي في ايد ألد اعدائه، ودي مش سهله اللي زينا. انسى ازاي ان خميس ده في يوم من الايام كان في مقام ابني؟ زي ما هو نسي في يوم من الايام انك الخال وعينه زغت وبص على مراتك. حبيب قلبي عايزك ترجع لي راسك مرفوعه لفوق، تغرف على قد ما تقدر من حقك عنده. يلا يا سيدي الرجالة، مش عايزك أنا فهمت أبو سنة ينفذ إزاي، وأول ما يصدق يغدر بيهم هما الاتنين. عرفت يا براءة هتعمل إيه؟ هلا عرفت يا حاج، ده أنا مستني اليوم ده بفراغ الصبر. يلا بالسلامة. بإذن حاج. براءة. أيوة حاج.
خلي بالك من نفسك يا براء، خلي بالك من نفسك يا ابني، كفايه عليا قوي خساره واحد، فاهم؟ ما تخافش يا حاج، ما تخافش. مع السلامه. يلا يا رجالة. أنا عايزك تعتبر السفرية دي استجمام، راح بال عشان نمسح كل اللي فات ونبتدي من أول وجديد. بيتنسي عمودي. مفيش حاجة بتتنسيش، كله بيتنسي. تفتكر أنا هقدر أنسى اللي أنا عملته؟ لما تحسبيها صح هتكتشفي إن كان لازم تعملي كده. على فين أشوف؟ بجاشي. أيوة بجاشي اللي جاي لك. ماشي ماشي يا ونيلة. إيه؟ أنت دخلت هنا إزاي؟ أبو سنة لو جه ولقاك هنا هيعلقك. أبو سنة مين والناس نايمين؟ أبو سنة اللي عايزة تاخد فلوسه وتهجي؟ هج؟ أنت عايز مني إيه بالظبط؟ أنت اللي عايزة مني. عايز انا اخلصك واخلص الناس من سمك. انت اتجننت يا راجل انت؟ ايوه اتجننت زي كل الرجاله اللي عرفوكي. ماجيش. بص انا بقى معايا فلوس كتير، تعالى ناخدهم انا وانت ونهج سوا.
نهد وانا خاين زيك. خلاص خلاص يا شوق، انت لازم يتعلم عليك، لازم تكون اخرتك زي اخرة كل مرة فجرة. اخلص يا ابن الكلب. يا بنت الكلب. أحس بمرارة الوجع من غير صوت، وتاريكي شايلة كتير يا كرامة، مسجونة جوا سكتك واحنا مش حاسين بيكي. حقك عليا يا كرامة، حقك عليا. وقعت يا نوح؟ وقعت. وقعت يا باشا؟ وقعت اليومين دول بتقفشوا الجمال؟ لا بنقفش البضاعة. بضاعة؟ بضاعة دي يا باشا؟ البضاعة اللي لقيناها في وسط الجمال يا نوح. لا معلش بقى يا باشا، البضاعة دي مش بتاعتي، أنا معرفش عنها حاجة. البضاعة دي بتاعتك وانتوا اللي جايبينها معاك، وعايزين توقعوا نوح وترموا بلاكم عليه. أنا سليم يا باشا، أنا سليم يا باشا.
الكلام ده بقى تبقى تقوله في النيابه. ايوه هقول في النيابه، هقول في النيابه. انا خلاص خدت طريق يا باشا، انا خدت طريق يا باشا، انا خدت طريق. هتوه؟ ايوه هتوه. انا هقول النيابه خدت طريق. دلوقتي بتقولي لي روح لها تاني؟ دلوقتي بتقولي لحق ابنك اللي في بطنها ما رضيتيش بيها وهي رقاصه بتحبني؟ انما راضيه بيها دلوقتي وهي محبوسه وبتكرهني؟ ده عوض يا ابني، ربنا قاسمهولك وكل شيء بأوان يا ابني. بزياده بقى يا ابني، بزيادة. احنا افترينا يا اما، احنا افترينا. والرد لسه معلم على وشينا من بنت الباشا، لسه مكويين بنار الضنا اللي راح قبل ما تشوفه عيني وقبل حتى ما تلمسه ايدي قبل ما اشم ريحته. النار دي انا مكويه بيها اكتر منك يا حبيبي. النار دي شالت الغشاوه يا امه وخلتني احس بوجع كرامه اللي مش قادره تصرخه، وغلان فريده اللي حرق ابني، حرق ابني في بطنها، وظلم رمانه اللي وقفت للدنيا كلها وقفشت في حتة مني جواها. يا أم كفاية. انت بتحاكمني، بتحاسبني وعايز تشيلني الليلة بحالها، وكل ده ليه؟ عشان وقفت في ظهرك وخليتك كبير السوق يا فندينا. أنا نفسي أعرف قلبك ده إيه؟ قلبي زاح الكل وحطك مطرحهم، داس على أعز الناس وآخرهم الخير لأجل ما تقوى وتحمينا. هو ياما علشان نكبر لازم ندوس؟ يعني علشان نقرب لازم نبعد؟ مين اللي قال ياما؟ مين اللي قال؟ ليه حطيتي قدامي كل حاجة وعكسها؟ انت كعبلتيني يا امه، كعبلتيني، شايلتيني هم دنيا انت بس اللي عايزاها، ربيتي جوايا شطاني، ربيتي معايا يا امه، خليتيني عايش عمري كله مستني الموت في اي لحظة، سيبيني يا اما اعيش زي اي حد، كنت سيبيني اعيش زي اي حد هيموت برضه، بس بعد ما يكون عايش يوم واحد من غير خوف. ليه يا اما؟ Thank you.
الخيل يا ماما، الخيل بره. زاز. ايوه يا حاجه. خال، جيت وقتك يا خال، وحشتني. آه خال، آه خال، آه. الموت يا ولا، قوم قوم يا خميس، قوم يا ولدي. يعني خلاص كرامة طلع أصدق من كلامك يا ضويرة، وطلعت بتمشي. قوم يا خميس، حتى دي مخبيها عني. قوم يا خميس، انت أقوى من الموت يا خميس. قوم، الموت مش أقوى مني علشان ياخدك مني. أنا شايف ابني عمو بيضحك لي من بعيد. قوم يا خميس، انت اقوى من الموت يا خميس، انت اقوى من الموت. ده انا ضاوية، انا اكبر من الموت. قوم يا خميس، قوم يا خميس، الموت متقوى مني. لا يا خميس، الموت اقوى منك. لا يا خميس، الموت اقوى منك. لا يا خميس، انت اقوى من الموت، انت اقوى من الموت يا خميس. انا قدك يا موت، انا ضاوية، انا ضاوية.